السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحاول نتعرفوا على كيفاش يمكن لنا نصيفطوا ميساج لبليزيور كونتاكت. فهذا الفيشي اللي عندي هنايا، عندي باغ اكزومبل عندي ثلاثة ديال لي كونتاكت، وبغيت نصيفط لهم هاد الميساجات هادو. كنكليكي على اونفوايي، ثم غادي من بعد غادي تحل الواتساب اوتوماتيكمون. هو تحل، ثم هذه اختار لنا الكونتاكت الاول اللي هو البركاني. هو قال له بونجور، ثم وصفت له ميساج الاول. ثم من بعد غادي ننتقل للكونتاكت الثاني اللي هو ادريس. فوالا، هو صف غادي يصيفط له ميساج السلام اللي كتبنا له في الاكسل. ثم من بعد غادي تنتقل للكونتاكت الثالث اللي هو سعيد، وغادي يصيفط له بونسوار اللي كتبنا له في الاكسل. فوالا، هو بثلاثه بهم صيفط لهم ميساجات في هذه الوقيته ديال 12:34. فبالنسبه باش نصيفطوا ميساجات الواتساب، ضروري انه يكون عندنا الواتساب مانستالي في البيسي، ثم كذلك يكون عندنا انستالي جوجل كروم. فبالنسبه باش نصاوبوا هذا الفيشي بحال هذا الشكل، عندي هنايا واحد فيشي درتو وجدتو هنايا بلي كونتاكت اللي درنا، بالاسماء اللي كونتاكت اللي عندي والسميات اللي الميساجات اللي غنصيفطو لهم. كنمشيو للديفلوبر، ثم كنحلو فيزيوال بازيك. بالنسبه للكود اللي غنديرو اليوم، غادي يكون مشابه للكود اللي درنا في اونفواي ميساج لان سول كونتاكت اللي عندي هنايا. بالنسبه لهذا الكود غادي نعاودو نقراوه. عرفنا واحد جوج ديال لي فاريابل كونتاكت وميساج از سترينغ، هما حيت هما على سوفورم دو تكست. ودرنا واحد الكود اكتيف وورك بوك بوان فولو اي بي لينك اسباس ادريس، وكنكتبو لادريس مايل لادريس ويب ديال الواتساب. ثم كنعطيو واحد المهله بهاد لابليكاسيون ابليكاسيون بوان وايت، كنديرو ناو بلس تايم فالي، وكنديرو هاد جوج الاصفار ديال الساعه، جوج الاصفار ديال الدقائق، 15 ثانيه اللي عطانا له باش على ما يتحل، باش يحل لنا هاد السيت، هذا السيت ويب هذا. حيت نورمالمون خصنا نعطيو، ضروري خصنا نعطيو واحد المهله على ما يتحل على حساب الكونيكسيون. وثم قلنا له كونتاكت، عرفنا كونتاكت هو اللي عندنا في لافوي 1 في لا سيريل ا 2، ميساج عندنا في لافوي 1 في لا سيريل سي 2. او هنايا غادي نرجعو لديك لافوي، هو كونتاكت عندي هنايا، الكونتاكت اللي بغيت نصيفط ليه يعني في لا سيريل ا 2، ثم الميساج عندي في لا سيريل سي 2. ثم ديك الساعة غادي كليكي السيستيم على طابيلاسيون. باش كليكي على طابيلاسيون خصنا نديرو هاد الكود اللي سميتو كول زين كايز، كنديرو هاد الكود ديال طابيلاسيون. بالنسبة للتوش اللي عندي في الكلافي، كل وحدة عندها الكود ديالها اللي باغي تعرف عليهم، يمشي لجوجل ويقلب عليهم، غادي يلقى كل توش عندها الكود ديالها. الكود ديال طابيلاسيون هي هادي كول زين كايز، كدير حل قوس وكدير هاد الجوج شريطات، ثم كدير هاد العلامة هادي اللي عندنا، كديرها بالت جراد مع 4، كدير طاب، عاوتاني كدير الت جراد مع زائد او تساوي، باش يعطيك هاد يفيرمي هاديك العلامة. ثم كدير تسد دير هادوك الشريطات، ودير فيرغيل، ودير تري، وكدير عاوتاني ابليكاسيون بوان وايت، وكتعطيها واحد المهلة ديال 5 ديال الثواني. ثم عاوتاني كنديرو نفس لو كود باش يسيليكسيوني لنا هذاك لو كونتاكت اللي عطينا له. ثم كنديرو اونتري العلامه ديالو هي هذه اللي كنديروها بالت جراد مع جوج. ثم كنديرو
كنديروا هذا لو كود كول زيند كيز ميساج بوينت 3 باش ياخذ لنا داك الميساج اللي عندنا في الاكسل يلصقوه في الواتساب، ثم كنديروا اونتري، وديك الساعه كيمشي الميساج لذاك لو كونتاكت اللي عندنا اختاريناه. اليوم ان شاء الله غادي نتعرفوا كيفاش نديروا باش نبقاو نصيفطوا ميساجات لبليزيوغ كونتاكت. دونك هاد الكود اللي عندنا هنايا غادي نغيروه، فقط غادي ندخلو عليه غير شي شويه ديال الموديفيكاسيون. دونك غادي نمشيو لهاديك لافي اللي درنا اللي اختارينا، او غادي نديرو لها نديرو فيزيوال بازيك عندي، هي عندي هنايا، وغادي نديرو انسيرسيون واحد موديل، او نديرو واحد لو كود، نكتبو واحد لو كود. دائما لو كود كيبدا بسيب، غادي نديرو par exemple WhatsApp plus، هذا غير السميه ديال اللي غنعطيو لهذا WhatsApp plus plus par exemple. On mettra par exemple plusieurs messages. اي واحد لا ما كيقبل ليناش هاد لي توش ديال زائد، غادي نديرو WhatsApp plus بليس، نكتبوها ميساج بليس ميساج، ندير اونتري. هذا غير السميه ديال لو كود، وغادي نجيبو هذاك لو كود اللي درنا في المره اللي فاتت، غادي نقلوه وندير نزيدو عليه شويه ديال لي موديفيكاسيون. هذا هو الموديل اللي انسيغينا دابا، غنديرو فيه هذا الكود هذا. دونك لي موديفيكاسيون اللي غنديروهم ليه نحاولو نشرحوهم قبل ما نديروهم. دونك المرة الفايتة فاش غنصيفطو ميساج لانسو الكونتاكت، عرفنا كونتاكت هو اللي عندنا في هاد لاسيريل هادي ديال ا دو، ولكن دابا غادي يبقى السيستيم خصو يدوز من هاد الكونتاكت لهاد الكونتاكت لهاد الكونتاكت هادي، حتى العدد التالي ديال لو نومبر ديال لي كونتاكت اللي عندي هنايا. دونك غادي نمشيو للكونتاكت، غادي يكون غادي نديرو ليه كونتاكت، غنديرو ليه بوان اوفسيت، غيبقى يذكرلنا بواحد. غادي نديرو اي دابا نعرفو اي، نديرو زيرو هنايا باش يبقى يدوز لينا السيستيم من كونتاكت لكونتاكت. دونك غادي تكون هادي لا سيريل الاولى، دونك غادي دير اوفسيت، وغادي ننتقل لهادي، غادي ننتقل اوفسيت، ننتقل بواحد لهذا تيصيفطو ميساج، عاوتاني ننتقل لكونتاكت الثاني الى تيوصل اخر كونتاكت. دونك هنايا كنديرو اوفسيت اي زيرو باش يبقى يديكالي لتحت، غادي يبقى يمشي من ليني ليني. كذلك هنايا غادي يكون اوف سيت، غادي نديرو ليه اي تا هو يبقى يديكالي بانسو ليني لتحت. وهنايا شنو هي هاد اي، غادي نعرفوها اي، غادي نديرو واحد لو بوكل فور اي تساوي ايغال واحد تال تو اي ايغال ان بي، هاد ان بي هي اللي غتحسب لينا لو نومبر ديال لو كونتاكت، لي كونتاكت اللي عندنا هنايا. ان بي غادي نعرفوها حتى هي ان بي باش تحسب لينا لو نومبر ديال لي كونتاكت اللي كاين في هاد هذيك لا كولون، لا كولون ا. غادي نديرو واحد لابليكاسيون، ابليكاسيون وورك شيت فونكسيون، ثم غادي نديرو بوان كونت ا،
وغادي نديرو فين كاين هذيك لي كونتاكت، كاين في لا فوي ان، وغادي نديرو كولون يا رانج كولون ا رانج ا، ثم غادي نسدو القوس ونقصو واحد باش ينقص هذيك لاليني اللي فيها لي تيتخ، باش ينقص هاد لاليني هادي اللي فيها، باش يحسب، باش يبدا الحساب من لهنايا. دونك غادي يحسب هادو كاملين، ولكن ينقص هاد لاليني هادي اللي فيها العنوان ديال الطابلو ديالنا. فوالا، دونك غادي يدير لنا، يحسب لنا هاد لو نومبر ديال لي كونتاكت. كاين اللي عنده لي كونتاكت باغ اكزومبل معروفين، واحد العدد ديال لي كونتاكت باغ اكزومبل 20 كونتاكت او 30 كونتاكت او 40 كونتاكت، انا ما يحتاجش هو يدير هاد لابليكاسيون، يدير غير فور اي من واحد تو اي ايغال 20، الا كان عنده 20 ديال لي كونتاكت. تما كنديرو هادي باش، حيت كل مرة كنتسناو من الحساب ديال لي كونتاكت، ربما يبقاو تغيروا على حساب كل مرة فوقاش شحال العدد ديالهم. دونك هاد الكود هنايا درنا فور اي، غادي نديرو هنايا نيكست اي. فوالا، دونك غادي يبقى نفس الكود اللي درنا المرة الفايتة. غادي كليكي على طابيلاسيون، من بعد يمشي لداك الكونتاكت يهزلو، من بعد غادي يدير اونتخي، ثم غادي يمشي ياخد الميساج، ثم يدير اونتخي. وغادي هنايا غادي نزيدو طابيلاسيون واحدة أخرى، يكليكي على طابيلاسيون باش يدوز عاوتاني الكونتاكت الموالي. فوالا، الكود ديالنا هو هذا. غادي نحاولو نتيستيوه دابا، نكليكيو على اكزيكيتي، عندنا ديبوغاج، غادي نحاولو نصحو هاد عندنا شي خطأ هنايا. إذا نحاولو نصحو هاد إيغوغ، لأن هنايا فوي هنايا خاصها تكون بوان. رانج، فوالا. دونك فوالا، غادي كونتاكت عندنا في A1، و بالنسبة للميساج، ميساج هو في ديالنا، الميساج غيكون في لا كولون بي. غنديرو هنايا B1، نحاولو دابا نتيستيوه. فوالا، ها هو اشتغل. اذا هو حل لنا الواتساب كما كطلع له هنايا، غادي يبقى تقريبا لمدة 30 ثانية. غادي يجي هنايا الطابيلاسيون، من بعد غادي يختار الكونتاكت الاول اللي عطينا له، هو الاول البركاني، وغادي يصيفط له بونجور هي مع 13 و 23. ثم غادي ينتقل للكونتاكت الثاني اللي هو دريس، ثم غادي يصيفط له السلام، هو مع 13 و 23 كذلك. ثم غادي ينتقل للكونتاكت الاخير اللي هو سعيد، وغادي يصيفط له بونجور بونسوار كما كتبنا له في الاكسل. اذا هذا هو الكود ديالنا. بقي لنا مرحله اخيره، وهو غادي انسيغيو هنايا واحد لو فورم انسيغسيون، انسيغيو شي فورم هنايا كما كانت باغ اكزومبل هكا، ثم نكتبو عليها نموديفيو لها الى بغينا نموديفيو الشكل ديالها، ونكتبو عليها الى بغينا نكتبو عليها اونفاي. وديك الساعة كنديرو لها بوطون دغوا، وكنافكتيو لها داك الماكرو، داك الكود اللي درنا اللي هو هذا، كنديرو له اوكي.
فوالا. اذا ندير واحد تيست اخر بار اكزومبل، اذا هذا ندير ليه مثلا تيست واحد، صيفط لهم كاملين تيست تيست تيست. فوالا، دابا غادي نكليكيو على هذا السهم هذا، وديك الساعة غادي نمشي لهم هاد الميساج ديال تيست تيست كاملين لي كونتاكت ديالنا او واحد الواتساب، وغادي يبقى يصيفط لهم تيست كاملين لي كونتاكت اللي عندي تما في هذيك لا كولون ا. اذا كنتمنى هاد الفيديو يعجبكم، كنتمنى تدعمونا بالاشتراك في القناة ديالي. وبالنسبة لهذا الكود اللي ما عارفش يديرو، غادي نخليه لكم في لا ديسكريبسيون، تقدروا ديروا ليه كوبي كولي وديروا نفس الفيشي كما عندي فيشي هنايا، يعني لي كونتاكت خصهم يكونوا في لا كولون ا ولي ميساج يكونوا في لا كولون بي، وهاد الاسماء يكونوا مكتوبين، هاد الاسماء اللي عندي هنايا خصهم يكونوا نفس الاسماء اللي يكونوا، ما يكونش اي خطا، خص يكون الاسماء اللي كاين في عندي في واتساب خصهم يكونوا مكتوبين تماما هنايا بنفس الكتابه، ما يكونش حتى شي غلط. اذا شكرا على المتابعه ديالكم والى اللقاء.